السلام عليكم متابعيني كرام. حبيب قلبي، شوف فوائد السمان الصراحة، تنظيف الشاش، شوف ياكل النمل والقهر، شوف شوفون نظف لك الشاش الصراحة، شوف شوف شلون، شوف نظف لك الشاش. كان هذا المكان مليان، يطلع من الفتحة ذي والفتحة ذي والفتحة ذي، شوف ما يقعد شوي الا صفنا، شوف تشوفون القعاد، شوف شوف يسوون، شوف شوف ياكل. هذا فوائد السمان. طبعا هذه نظفناها بديتول وملح، شربنا نحط زبرة، ايش رايكم حركة الطين الزبرة، فن ولا مو فن يا متابعين؟ شوف ياكل، ايوه هذا شوف ياكل، شوف شوف بس 5 دقائق ما تلقى شيء، شوف هون شوف.